بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة عتاب إلى أهلي وتاج راسي في الجزائر. أهل الجزائر، معقولة كل هذا عندكم؟ كل هذا موجود عندكم وأنا لا أعلم، وكثير من الناس لا يعلمون؟ معقولة يا أهل الجزائر؟ أنا أحبكم كثير صراحة، ومن حبي لكم عملت هذه الحلقة في أشياء كثيرة أنا ما كنت أعرفها أنها موجودة في الجزائر، ولكن من خلال هذه الحلقة لابد أن أنا أكشفها للجميع ولجميع المسلمين في شتى أنحاء العالم. شوفوا ماذا يخبئ الجزائريون أعزائي المشاهدين، شوفوا معي هذا الفيديو وراح أرجع أعلق عليه. شفتوا معي أعزائي المشاهدين، والله أحبكم، والله أحبكم أهل الجزائر، الله يشهد أن أنا أحبكم وودي فعلاً أني أنا أزوركم في أقرب فرصة. من خلال هذه الحلقة وبالنيابة، يعني اسمحوا لي أهل الجزائر أني أنا أتكلم بالنيابة عنكم، والله دعوة أنكم تزورون هذه الجنة
ولعلمكم هذه المواد اللي توفرت عندي، ولا بالعكس في أشياء أكثر وأحلى من الفيديو اللي أنتم شفتوه أعزائي المشاهدين. دعوة أنكم أنتم تنسون شيء أوروبا. أرجو الجميع، أرجو من جميع المسلمين في شتى أنحاء العالم أن إيقاف السياحة في لندن، في فرنسا، والله شوف الجزائر كيف ما حلوة حلوة والجو جميل، والله الجو روعة، ويكفي غير المناظر الحلوة اللي شفتها وغير الجو الجميل، يكفي الشعب الأصيل، يكفي أنك أنت تروح حق ناس يحبونك، يكفي أنك أنت تروح حق ناس مسلمين، يكفي أنك أنت تروح في ريحة الشهداء. الجزائر قدمت ملايين الشهداء في سبيل الله، والله يكفي. وأنا دائما أقول المكان اللي أنت تروح فيه وتسمع صوت الأذان، والله إن سماعك للأذان أفضل من أروع وأحلى الأماكن في العالم اللي تحرم فيها من سماع الأذان وتحرم أنك أنت تشوف ناس مسلمين. رسالة من أعماق قلبي إلى زيارة الجزائر، هذه الدولة الحلوة العظيمة والعظيمة في حضارتها وتاريخها، واللي أعظم بشعبها الجميل الطيب الحبيب. والله إن أنا أحبكم أعزائي المشاهدين في الجزائر، وأحب كل المسلمين، والله إن أنا أحب كل المسلمين. هذا الفيديو إهداء لأهلنا في الجزائر، ورسالة إلى القائمين والمسؤولين على السياحة وأمور البلدية في الجزائر، أنكم أنتم تكثفون النشاط السياحي وتدعون الناس إلى زيارتكم، لأن كثير من الناس والله لا تعلم بالكنوز والجمال والطبيعة الحلوة اللي موجودة في الجزائر. والله هذه بوسة لكم أحبائي في الجزائر، أقسم بالله أن أنا أحبكم، وبإذن الله انتظروني قريب راح أزوركم، وأتشرف أني أنا أكون ضيف عندكم في الجزائر الحبيبة، ويعطيكم العافية.